انتهز الاحتلال البريطاني ظروف التوترات التي أعقبت بعض الاغتيالات السياسية التي سبقت ثورة 1919 ليحاول إحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين، فكان الرد العملي من المصريين هو هتافهم في التظاهرات: يحيى الهلال مع الصليب. هو أول من طالب بانضمام الأقباط وما تلا من شعارات بما فيها يحيى الهلال والصليب. عاش الهلال مع الصليب أو وحد الصليب هو شعار هو صاغه بنفسه. تم تغيير في تشكيل الوفد نفسه، الوفد الذي يسافر للتفاوض في أوروبا، بعد دعوته هو ونفر من شباب الأقباط.